لسان الستات في كل حلقاتنا. سمعنا منهم حكايات عن الوجع والألم وإحساسهم بالإهانة وهم بيجروا ورا حق أولادهم، الحق اللي تحول لعقاب. أنا بقالي 10 سنين في القضاء عشان تاخدي حق الولاد؟ عشان أخد حق أولادي، مش عايزة حقي أنا. 3 سنين إرهاق في المحاكم في إيه بقى؟ على حقوقي الشرعية. رفعنا النفقة اتحكم ب 300 جنيه. أنا معيش فلوس. طب لو ما دفعتش هنعمل إيه؟ اول ما قلت له انا بقالي سنتين بدفع مصاريف والله يخليك واحنا محددين في العقد، قعد يزعق وشتمني باقذر الالفاظ وجري بالولاد، جري بالعربيه وانا ماسكه فيها، طبعا شلني، طبعا سحلني، كل ده بقى ينزل دم. مكان الرؤيه عندنا في الاستاد بتاع دمياط، ابني 7 سنين لسه بندور على مكان فاضي نقعد فيه، لقيت حد بيشدني من دراعي التاني، وحد والدراع التاني بتاع ابني بيتشد منه. انا شايفه ايدك ملفوفه بشاش. دي انا مضروبه بازازه. ودي صورتك لما دي ايدي درعت. وانا في القسم ورحتي عملتي مهر. كان عندك مشكله فعلا في مدرسه بنتك؟ ما بيقبلوش ابناء مطلقات. يعني ايه؟ مش عارفه. هو دلوقتي في الامارات، خارج، يعني خارج مصر في الامارات، انا مش عارفه احصل على اي حكم خالص، لا عارفه نفس الحكم، لا عارفه اجيب مفردات مرتبه من السفاره، يعني انا مش عارفه اطول ولا عفش ولا حاجه، لان هو متجوز على الحاجه ومراته قاعده على الحاجه ديت، حتى بنتي انا مش عارفه اطول لها اي حاجه خالص منه. اب فضل يعاند وابنه كان مريض قلب او كان تعبان صحيا. الطفل مات ما بينه وما بين المدرسه بحوالي 200 متر، ضعف ساقعه، ما بياخدش علاج القلب بانتظام، رايح مش وراجع مش. زي كده اللي عندي يولد الكفر. وبنتابع هذه الحلقه وبينضم لنا في هنا الستات استاذه نهاد ابو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المراه والكاتبه المعروفه استاذه مريم نعوم. نهاد، اكيد سمعتي هنا وكنا طول البريك بنتكلم معاها، ايه السبيل لهنا واللي زي هنا لكتير؟ احنا بنتكلم هنا مش بس على حالة هنا ولكن عن حالات كثيرة بيستخدم فيها الاب سلطته لمنع من السفر، منع نفقة وما بيدفعش الفلوس، ففي ناس بتضطر تغير مدارس ولادها لانه مش راضي يدفع. ايه ازاي نقدر نغير ده؟ ان انا اخلي قاضي الاسرة عنده صلاحيات اكتر من اللي موجودة دلوقتي. يعني الحقيقة كل المشكلات اللي اتعرضت، وانا كنت بقول لهنا في البريك يمكن انت محظوظة انك عندك مصيبة واحدة هي فكرة الإيذاء النفسي للولاد، انما ما عندكيش مصيبة ان انت منسحقة ماليا، فكان زمانك انت والولاد بيتمسح بيكوا بلاط الشارع. يعني ده الفرق بينك وبين اغلب الستات في مصر اللي ما بتقدرش تأكل ولادها، فبيبقى الضغوط اكتر بكتير جدا جدا جدا، مع كل التقدير لكل اللي هي قالته. احنا مشكلتنا في مصر ايه؟ ان انت عندك محكمة الاسرة ورد ذكرها في القانون اللي هو اجراءات التقاضي اللي اتعمل سنة 2000، وما قلناش للقضاة تتصرفوا ازاي ولا تعملوا ايه. المفروض ان القانون اللي اتعمل سنة 2000 ده ايه، خير اللهم اجعله خير كده، انه لما يحصل طلاق انه اي طرف من الاتنين اي ورقة يقدمها نفتح، خير اللهم اجعله خير، ملف واحد للأسرة، فأي حاجة تدخل عليه ويبقى قاضي واحد بيشوف زي تشيك ليست كده، النفقة والرؤية والحضانة والسفر وكل الحواديت دي. هذا الكلام طبعا لم يطبق لسنة 2000 ولا 3 ولا 4 لحد ما اتعمل قانون تاني إجرائي لمحكمة الأسرة. وقعنا في مشكلة حاجة بنسميها قانونا ايه، الاختصاص الولائي للمحكمة. ببساطة كده قضية النفقة قضية صغيرة فبتبقى قدام محكمة جزئية. بس قضية قد ايه يعني؟ لا انا لسه ما اتكلمش الوقت. قضية الطلاق والخلع اكبر شوية فبتبقى قدام محكمة اكبر شوية، فاحنا ما عملناش التعديل الاجرائي ده، فما عندناش فكرة انه كل القضايا تتحط قدام قاضي واحد. ادي اول مشكلة بتواجهها. انا مش هتكلم على يعني اثر ده على الستات قالته هنا، انما انا بتكلم على قاضي الاسرة نفسه، هو ما عندوش الصلاحية انه يلم كل الكلام ده قدام منه فيبقى عنده رؤية شاملة. عندي حاجة اسمها مكتب التسوية، ده تضيع وقت من أول لحظة. لو دخلتي تعملي نفقة بتقدمي طلب للتسوية، وممكن الناس تتراضى ويجي الراجل ويجي الست في أحسن الأحوال، ومع ذلك الورقة اللي تطلع من مكتب التسوية دي نبلها ونشرب ميتها، ملهاش أي حجية قانونية ولا نقدر ننفذ في بنك ناصر ولا أي حاجة. فيا إما مكتب التسوية ده ألغيه، يا إما أديله صلاحيات إن اللي يطلع منه يبقى له حجة تنفيذية. طيب لما اجي اقارن ما بين قاضي الاسره وموظف في الضرائب
موظف الضرائب عنده صلاحيات اكتر من قاضي الاسره. بمعنى ايه؟ انه قاضي الاسره علشان يحكم في قضيه النفقه بيعمل حاجه اسمها، او احنا كمحامين نقدم له طلب تحري عن دخل الزوج، وتعالي بقى نلف بطبله وتار ندور. احنا لسه في عصر التكنولوجيا والربط الالكتروني، انا بروح الاسم لو الزوج ده عنده مكان غير معلوم للعمل، يعني مثلا زي حالاتي محامية ما عنديش شركة بشتغل فيها، او نجار صنايعي او دكتور، كل الناس دي اللي هو ما بيشتغلش في شركة، في شركة او في مؤسسة، أو في مؤسسة. يعني انا لو عايزة اتحري عن دخل لميس ممكن اجي السي بي سي يدوني دخلها ايه. لو ما فيش خلاص، طب بنعمل ايه في الحالة دي؟ الناس الاعمال الحرة بنعمل معهم ايه؟ نروح الاسم، امين الشرطه اسمه ايه بقى؟ شيخ الحاره. فشيخ الحاره ده ينزل يعمل بقى ايه؟ استطلاع كده. ده عبث. انا لازم عشان احل المشاكل دي كلها اعمل حاجه من بعد الطلاق اسميها فصل قوات. يعني ايه بقى؟ عارفه لما بنبقى في حرب كده، مجرد ما اتنين ما اتفقوش على التسريح باحسان زي ما كانت هنا بتتكلم، احنا بقينا قدام علاقه ساخنه جدا. هما الاثنين كل حد عنده مشاكل معينة. ده معناه ان الدولة المصرية لازم تدخل لفصل هذه القوات. ازاي بقى؟ ما اجيبش انا الست واقعد امرمطها واقول لها خدي تحري وروحي الاسم ودوري على شيخ الحارة، وانا عندي الدولة مربوطة الكترونيا. طب ما انا ادي صلاحيات للقاضي ده زي موظف الضرائب، اخليه خاطب البنك المركزي فالبنك المركزي يدي له حركة الشخص ده، اخليه خاطب الضرائب فيقول له عنده شركات ولا ايه، اخليه خاطب السجلات. يعني ادي امكانية لقاضي الاسرة انه يقدر يخاطب يا لميس موظف الضرائب عنده حاجة اسمها حجز اداري. طبعا يقدر يحجز على حساباتك البنكية بجواب، مش بمحكمة. طب والمنع من السفر؟ المنع من السفر اجراءاته بنروح لقاضي الامور الوقتية، بنعمل طلب لسفر الولاد حتى لو كانوا تحت السن. هي انت ان شاء الله اول ولادك ما هيستلموا بطاقه، مش 17 ولا 18 سنه، يستلموا بطاقه معاهم باسبور هيسافروا زي الفل. لا بس معلش، انما برضو كتير يعني، معلش كتير طبعا الاولاد دلوقتي والفيزا اللي لازم بموافقه الاب، وانا مش هطلع 16 فيزا. سنه لا 16 سنه كل السفارات المحترمه بتطلع فيز. 16 سنه ده كتير قوي يعني. هي انا عارفه يعني هي عندها 15 و13 يعني 11. انا مش بتكلم على ان ده حق، انا بتكلم على القانون دلوقتي ايه. علشان انا بتكلم على قبل 16 سنه بنروح لقاضي الامور الوقتيه تقول له ايه بقى؟ تقول له ان انا عندي مبرر للسفر 1 2 3. افرضي حتى افرضي رحله في المدرسه، يعني انا مش بقول لا قدر الله لا مبرر علاج ولا مبرر دراسه، مش هم دول المبررين اللي القاضي بينظر اليهم. لا وهو انت عشان توصلي للقاضي الوقت ده بقى لنا سنتين. لا بصي انا مش عارفه ايه الاجراء المتبع. يعني ممكن المحامي بتاع حضرتك بيكون بيعمله وبيترفض، لانه اغلب القضاه هيرفضوا ان لم يكن لاسباب قاهره زي العلاج. وانا مش ببرر ده، بس انا بتكلم على واقع. فهو انا فاهمه، انا بس بقول ان ربما يعني عشان تعملي اعلان قدام قاضي الامور الوقتيه ده بياخد مننا من 24 ساعة ل 6 ايام. ممكن يبقى بالك سنتين ونص ان محامي حضرتك عمله اكتر من مرة واترفض، بس ما مش شاغل دماغك بالتفاصيل دي. لا طبعا مش هيقول التفاصيل بالظبط، انما هو الامر على عريضة قدام قاضي الامور الوقتية بنعمله في 24 ساعة. بس مش كل القضاء، و90% ما بيتقبلش الا لو في حالات مرضية قهرية. مريم وانت بتكتبي يعني يمكن ما كتبتيش خالص قبل كده عن قضايا الطلاق وغيرها، بس طبعا فيلم اريد حلا هو فيلم ماثل في اذهاننا، والفيلم اللي قدرت بيه حسني شاهين انها تغير قوانين من قوانين القوانين المراه. انت شايفه الحياه عامله ازاي؟ شايفه مشاكل الناس؟ يمكن الاقرب ليكي يعني هنا قريبه ليكي موجوده معاكي في نفس الفيلد، شايفه ده ازاي؟ انا شايفه انه اهم حاجه هنا قالتها هي ليها علاقه بالاولاد، انه اللي بيحصل انه انا مثلا لما باجي اكتب عن حاجه في اللحظه دي لو هتكلم عن الموضوع هيبقى عن شخصيه الست اللي بتعاني من انها ظروفها الطلاق، اتطلقت بخلعه او يعني حصل حتى لو طلاق، ما هو ممكن حد يطلقها فجاه، ممكن واحدة فجأة تلاقي نفسها مطلقة في الشارع بعيالها ومش عارفة تعمل بيهم ايه.
بس حتى في ده عمرنا ما بنشتغل على على الاولاد دايما، يا اما بنشتغل على الشخصيه الرئيسيه هتبقى الام وظروفها او المطلقه او او او، وما عندناش يعني انا كنت بفكر في الكلام اللي بيقولوه دلوقتي، لو انا دلوقتي بكتب حاجه عن الموضوع ده، لا هو الحقيقه الازمه الحقيقيه عند الاولاد، لان هم اكتر هم اللي بيعانوا اكتر، اللي بيدفع الثمن هم الولاد. هي كانت بتحكي قبل ما ندخل الفاصل على ازاي الولاد ما كانوش بيناموا، مشاكل النوم مثلا، مشاكل النوم انا بقعد اصلح من اسبوع للاسبوع، اثار 4 ساعات رؤيه فيها قهر نفسي، وفي الاخر في حاجه اسمها الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي اللي موجودين في مكتب الرؤيه ما بيعملوش حاجه ومش عارفين يعملوا حاجه. هي المشكله ان هم مش عارفين، ما عندهمش يعني ادوات، يعني هم عايزين يعملوا صحيح، وبقى يقول لي طب احنا بس احنا مش عارفين نعمل لك حاجه. ليه يعني عندهم احساس قهر نفسي في الاربع ساعات الرؤيه دي؟ لانه بيتم قهرهم بشكل رهيب، بيمارس عليهم ضغط نفسي وضغط اجتماعي، وبيضايقهم وبيشتمهم وبيضايقهم. يعني واحد رايح يغلس على اولاده 4 ساعات، مع ان انا لسه بقول لك انا ما عنديش الاربع ساعات دول اللي انا ممكن اقعد فيهم مع ولادي. يعني انا بغير على 4 ساعات دول، انا ما باخدهمش. هو في فرق، بس انا مش عارفه ده مرتبط بقى بتربيه الرجاله في المجتمع بتاعنا بالزبط. ولا ايه الاحساس بالمسؤوليه؟ بمعنى انه في الاخر الاب اللي بيصرف على اولاده مثلا، او اللي بيقرر يمتنع عن انه يصرف على اولاده، هو ما هو في الاخر دول ولادك على فكره، هم مش ولاد حد تاني، انت مش بتصرف على اولاد طليقتك من هو بيقول لك دي من زوج تاني قادره، لا حتى وفي حتى نعرف حالات غير لو قادره، حتى مثلا تتجوز تاني او اتجوزت تاني، ما هو ياخد الولاد وكمان هو بيعاقبها بزياده. هو انت ايه هتعيشي ولا ما هي الفكره؟ وانت هتكوني انسانه وتقدري تعيشي مش من حقك. لا مش من حقك، ما هي الفكره في كده، انه الحقيقه وانا اعرف انا ليا صديقات تانيه، لا الأمهات غير قادرة على إنها تعول الأبناء، والأبهات قادرين لكن بيروحوا في المحكمة وفي الإجراءات وكده. وأنا كنت بشهد في قضية من القضايا دي، اللي بيحصل إنه بيدعي أجر غير، أو يعني دخل غير دخله، مع إن كل الحاجات بتقول، وده حاجة تانية هنتكلم فيها، فكرة تزوير في المحررات بتاعت التحري بالظبط، مفيش عقوب طبعا طول الوقت، فمفيش عقوبة للرجل الذي يزور دخله، ولا الشركة اللي بتقدم أوراق مزورة، ولا القاضي بتاع الأسرة عنده إمكانية إن هو يعني يتحقق من الورق اللي جاي له، أو يحول الشركة اللي بعت ورق مزور. فإحنا لو عايزين نغير الوضع ده هنغيره إزاي؟ إن إحنا نغير إيه بالظبط في القانون؟ لازم يبقى فيه تجديد على الأوراق اللي بتقدم للمحكمة، وكل جهة بتقدم الورق ده تبقى عارفة إن أي تغيير في الورق هو تزوير، هيحاسب عليه بعقوبة التزوير اللي موجودة في قانون العقوبات المصري. علشان تحلي المشكلة دي لازم تمكني قاضي الأسرة من ان هو يبقى عنده صلاحيات، قاضي الأسرة نفسه ما عندوش صلاحيات. بس مريم انا عايز ارجع بقى بعيدا عن القانون، القصة مش قانون بس، صحيح القصة مجتمع ما بينفذش حتى القوانين، من اول الشيخ شيخ الحاره ده اللي بينزل يتحرى، اللي هو المفروض اللي هو في المعادي مثلا، يعني هل تتخيلي ان المعادي المفروض في اسم المعادي شيخ حاره؟ ايوه وتذر، يعني لان واحد منهم يعني محترم، واحد منهم غير محترم، واحد منهم رجل يقرر ان هو يوالس مع الرجل الاخر، مرورا ب يعني تفاصيل كتيره جدا المجتمع فيها بيقهر الاطفال وبيقهر بيقهر المرأة، حتى لو كان القانون بينصفهم. يعني قصدي ان القانون لوحده ما بيحلش التربيه، ما بيحلش النظره السلبيه للمرأة المطلقه، ما بيحلش حاجات كتيره بس جدا. بيوقف كل حد عند حده، يعني القانون هو الرادع الحال، وان انا ادي للناس الادوات. القضيه مش ان شيخ الحاره ده يطلع مدلس ولا مش مدلس، هو ايه ادواته ان يخبط على، يعني في النهارده حتى في القرى في حاجه اسمها شيخ حاره، يعني انا اللي بقوله في عصر التكنولوجيا ده يا اخوانا مكنوا قاضي الاسره انه يبقى عنده اكسس للمعلومات، وبالتالي لا امرمط الست ولا امرمط الراجل. على فكره يعني كوني انا عجبني جدا اللي قالته هنا قبل ما ندخل، لما قالت الطلاق مش معناه ان الراجل وحش، ممكن يبقى هي عندها مشكله في التعايش معاه، انما الفكره انه في جرح نفسي
على فكره بيبقى عند الرجاله من فكره الطلاق والخلع وان هو مرفوض، وبالتالي بقى عامل زي الطور الهايج يعني في الحالات اللي من النوع ده. الحل ان انت تعملي كده ايه، هدنه ووقف فصل قوات، والدوله تدخل. وده النهارده كان كلام لو قلناه من 5 سنين يبقى احلام، النهارده لما تقوليه في امكانيه العمل ده. وعلى فكره القضيه مش ان ولادها صغيرين، يعني انا عندي صديقه هي طبيبه امراض نفسيه، هي عندها اولاد مروا بالتجارب ده، الولاد مثلا ورجاله بقوا رجاله 26 سنه و 28 سنه، اللي بياخد بقى نفسه ويطفش، واللي بيبقى شكل بابا فيروح يعمل عمليه تجميل علشان يغير شكله علشان ما يبقاش شكل بابا. يعني القضية مش بس بتأثر في الأطفال، إنما أثرها بيبقى ممتد، وبالتالي دخول الأدوات بتاعة الدولة في الموضوع ده لحماية المجتمع الجيل كله، لأن هم دول يعني هم دول النشء ده اللي هو 15 و16 دلوقتي، هم اللي كمان 10 سنين هيبقوا 25 سنة على فكرة. هم دول يعني هم دول اللي هيشكلوا المجتمع كله واللي هيبقى، فانت بتمارس عليهم قهر. بالظبط بشكل رهيب الفكرة، انت بتقهرهم بس. بالظبط. لا وفي حاجه تانية، ما هو على فكره هو كل اب بيجني من ولاده ثمار ما زرعه. يعني الاب ده لما هيبقى عجوز ومحتاج ولاده مش هيلاقيهم، وساعتها هيندم، بس خلاص هيبقى تو ليت، لانه خلاص. الولاد دول ما لقوش، يعني هو ما زرعش جواهم المحبه انهم يبقى في بينهم علاقه حقيقيه، بعيدا عن ماشي هما الاب والام اتطلقوا ومش عايزين يشوفوا بعض ولا حتى يسلموا على بعض، بس في الاخر ده الطريقه دي بتدفع الولاد التمن. لا وبعد شويه خلي بالك هم بيلوموا، يعني هم كمان بيجوا يلوموكي انت كأم على حسب احيانا. لا انه يعني انت ليه ساكته، انت ليه بتقولي كل الحاجات دي، احنا مش عايزين نروح، بتجبرينا ليه؟ يعني انا كان عندي شهر ونص لازم تروح لانه ده امر من المحكمه يا ادم، ولازم تروح انت واخوك. فانا بقيت رخمه، انا بقيت الام، طب احنا مش عايزين، قلت لهم مفيش حاجه اسمها كده، ده انت لازم تروح، انت ما هو في الاخر انت انا وانت احنا، انا مجبره ان انا اوديك خلاص دلوقتي. طب قال لي انا مش عايز، انا مش عايز، انت ما تجبرينيش، انت ما تقدريش تجبريني. فاهمة بقت الحتة عاملة ازاي؟ بقت سخيفة جدا. انت 11 سنة ده مش هتقدري تجبري. ما بقى لا مش بيروح. بقى لهم شهر دلوقتي. مش عايزين يروحوا. مش هقولك بتاع 15 او 11 ده مش هنروح، وما حدش يقدر يجبرنا، وخليه بقى هو يروح يرفع قضية، واحنا ساعتها هنروح للقاضي نقول له احنا مش عايزين نشوفه. ما هو الفكرة بقى نروح للقاضي نقول، دي هي دي المشكلة. هي دي بقى، ما هي فين بقى؟ هل القاضي هيسمع؟ يعني هل لما الطفل هيروح للقاضي يقول له انا عندي مشكلة ان انا مش عايز اروح مثلا، هل القاضي هيتعامل مع ده بجدية؟ وهنا ده دي الكلام اللي هي هنا كانت بدأت بيه الحلقة كلها، أنا عايزة صوت للطفل. فويس. أنا عايزة صوت للأطفال. هيتسمع صوته دول فين؟ وأنا صوته هيتسمع فين يعني؟ برايا وبرا. هو في عندنا حاجة في القانون إنه لا تنفذ أحكام الرؤية والحضانة جبرا، يعني ما أقدرش أبعت قوة بوليس إن هي تقبض على الولد علشان توريه، لأنه ما هي عايزة تو أبايد باي، يعني عايزة تلتزم بالقوانين، عايزة كمان تصل الرحم. يعني مظبوط، إنها لو عملت كده الأب هيحب ولاده ويبقى في علاقة. مظبوط، بس هو القانون لا ينفذ الاحكام جبرا، هو اقصى حاجه بيعملها القانون ايه للست اللي ما بتوديش الولاد الرؤيه في الظروف دي، اللي هو بعد 3 مرات الاب يعمل عليكي اسقاط حضانه. عملنا كويس. ده ودخلنا فيه واترفض. اترفض من القاضي تاني وراح، وبعدين بقى مش عايزين يروحوا. دي دخلت فايه بقى يعني احنا دلوقتي هي دخلت لعبه كل الالعاب بتاع الملاهي، كل الالعاب دي مش يعني هي دخلت الرولو كوستر بكل مراحله. يعني انا لازم اخرج فاصل، وهنشوف مجموعه من احنا استطلعنا اراء عدد من السيدات في محكمه الاسره، نشوف ده ونطلع فاصل ونرجع نواصل هذا الحوار. انا بقالي 3 سنين بجري في المحكمه، بجري على طلاق، بجري على، كان انا اللي بجري بنفسي، انا صاحبه الشأن، انا مش محاميه، وانا اللي بجري بعمل كل حاجه. انا لو يعني الام يعني الامهات بقى هيربوا عيالهم ولا يجروا بنفسهم ياكلوهم ويشربوهم؟ متجوزه واخده حكم نفقه وما نفذتوش حتى عن طريق بنك ناصر. يعني هو انا رفعت من شهر 5 تمام،
اتأجلت مرتين ومفروض في الجلسة اللي جاية هيحكم فيها. يعني من شهر 6 عاملاها بس لسه الجلسات بدأ بقالها شهر عشان القضاء كان أجازة طبعا في 7 و8. مشاكل النفقة أول حاجة إن هي ما بتاخدش أصلا فلوس كتير، حتى مهما دفعت اللي بتدفعه للمحامي أكتر من اللي بتاخده أصلا كل شهر. يعني أنا عندي قضية فيها نفقة الزوجة واخدة 50 جنيه بس، حكمني بنفقة 600 جنيه أنا وبنتي، بنتي 200 جنيه وأنا 400 بس، وحتى ما نفذتهاش وهو عادي من الأول ما بيصرفش أساسا. انا باخد انا لابني وبنتي 1500 بس ما باخدهمش كلهم كاملين في الشهر، انا باخد منهم نسبه. المفروض النسبه دي بنسبه دلوقتي 20% من مرتبه، النسبه قلت علشان في ناس دخلت تاني في النفقه. تمام، الباقي بيبقى باخد كام من مرتبه؟ حوالي 700 800 جنيه كل شهر. هو القاضي بيحكم مش اكتر من 500 في الموضوع النفقات، هو من غير من هو مش موظف في حكومه بيجيب مفردات مرتب غير اللي انت بتجيبيها، انت بتجيبي الاساسي بتاعه، هو بيغير بيجيب اقل وبيوري قدام القاضي ان هو دخله قليل، لكن هو دخله بيبقى كتير، فالقاضي غصب عنه بيحكم على الاوراق اللي قدامه. انا رايي ان يحصل تحري كويس عن دخل الزوج، لان في ازواج بيكتبوا تحريات غلط عن الدخل وتبقى مش مظبوطه خالص عشان يدوا النفقه للزوجه قليله جدا.